السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أيضا سعينا من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتوفير الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وأن تكدس السكان في بقع صغيرة ونقص الخدمات استدعى عملية تطوير وإنفاق كبير في قطاع النقل بعد سنوات من الإهمال. أنت قلت مثالين ثلاثة على التكلفة المالية، أن إحنا كان كل وقت بنقعده التكلفة المالية ممكن بتزيد، مش على قد التكلفة المالية عشان سعر الدولار اتغير في مصر، لا، أنا بنتكلم على أن الأسعار العالمية تقريبا اتضاعفت، يعني الحاجة اللي كانت بتيجي ب 2 مليون دولار زي الجرارات اللي اتكلمت عليها بقت بأربعة وشوية. طب أنا النهاردة لو بجيب 100 جرار في 2 مليون يعني ب 200 مليون في 4 يعني 450 ولا بتاع، مش كده يا كابتن؟ أيوة. أنا بس بقول الكلام ده لينا، إن إحنا ممكن أكون قلت الكلام ده قبل كده واتكلمنا فيه قبل كده كتير، لكن أنا بأكده إن هي ثوابت في إدارتنا للعمل، ثوابت في إدارتنا لعملنا، إنك أنت تعمل دولة، هذه الدولة قادرة على النمو لتجابه حياة الناس في مصر، حياة الناس في مصر. أنت بتتكلم في 106 مليون عايشين على شريحة صغيرة كانت وبخدماتها، الشريحة صغيرة وخدماتها صعبة، وده تعبير مهذب جدا. ولو النهاردة نتكلم على مش عارف كان ده ممكن يبقى نحطه ولا لا، ان احنا نجيب حال السكة الحديد في مصر سواء كان محطات او خطوط او وحدات، احنا بنتكلم على ان القطاع كله اهمل، واهمل ده مش عيب في اللي قبل مننا، لكن دي كانت ظروف كانت بتمر بالبلد عندنا، وكان الخيار بالنسبة لنا نعملها وتبقى ظروفنا الاقتصادية صعبة ولا ما نعملهاش. ودي ثالث مرة بقولها، ثالث مرة بقولها، اوعى تفتكروا احنا بنعمل ده ما كناش عارفين ان احنا هنعاني منه، لا كنا عارفين، بس نعاني منه ونغير بلدنا ولا نفضل زي ما احنا والبلد دي ما بقاش ليها مستقبل لينا ومش لينا احنا بقى ولا حتى لابنائنا، يمكن اللي بنتكلم على احفادنا مش هيلاقوا حاجه. اللي احنا بنتكلم فيه ده اساسيات ما كانش يمكن اغفالها ولا تاجيلها ابدا، ده احنا يا دوبك كده بنحط الدوله على الخط مش كده يا دكتور؟ الدكتور مصطفى بيقول لي اول الطريق، طب ما احنا كنا فين؟ يعني اذا كنا اللي احنا بنعمله ده اول الطريق، طب ما احنا كنا فين؟ هي دي القضيه، ان احنا لما تعايشنا مع حالنا اللي قبل كده على مدى السنين اللي فاتت تصورنا ان هو ده الطبيعي. لا، اللي انتوا كنتوا عايشين فيه ده مش طبيعي. خالص. ده اي حاجه. واحنا ما نعرفش كمسؤولين امام الله اللي هيحاسبنا ان احنا نبقى فاهمين حاجه وما نعملهاش عشان خايفين على يعني الناس تبقى تقول يعني ظلمونا وتعبونا لا، احنا نتعب لبكره.